الناقد الرياضي استاذ محمد القوسي. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمد. وما زال مسلسل مهازل التحكيم مستمره. كابتن ايمن اهلا بحضرتك وتحياتي لكل ضيوفك هم الكبار المحترمين. الحقيقه يعني بيتعرض له النادي الاهلي امر عجيب وامر غريب يعني بالاضافه الى الضغوط الكبيره جدا اللي موجوده والفرقه قدامك بتلعب بطريقه مختلفه عن الاخرين ما حدش يقدر يلومهم بس تاني ما بتلعبش كده قدام الناس كلها زي ما بتلعب قدام النادي الاهلي لكن في حاجات ثانيه بعيده عن الفرقه وبعيده عن النادي الاهلي اللي هي التحكيم الحقيقه التحكيم السنه دي كان فيها علامات استفهام كبيره جدا اثرت على نتائج المباريات واثرت على الدوري واثرت على النقاط النهارده كوره مش عارفين نحددها الكوره تجاوزت الخط والمفروض تبقى هدف الفار لم تبين لك ولا الصور تبين لك ولا اي حاجه في شك في ركله جزاء في مباريات كثيره جدا خسرتها مع صفقه الاطار وترصد مباراه بيراميدز اتعرضت فيها الظلم بركله جزاء وهدف مباراه البنك الاهلي مباراه غزل المحله مباراه وادي دجله مباراه اكثر من مباراه يعني مجموع نقاط لا يقل عن 13 او 15 نقطه خسرتهم يعني بسبب اخطاء تحكيميه واضحه انا مش هقول متعمده لكن هذه الاخطاء اثرت بشكل كبير جدا على النادي الاهلي وعلى نتائجه اثرت على البطوله واثرت على مسيرته في النادي في النهايه النادي الاهلي بيدفع ثمن ده النادي الاهلي فريق كبير مؤسسه كبيره مؤسسه عملاقه عنده لاعبين عنده نفقات عنده حاجات كثيره جدا فلما كل ده يبوظه لك قرار حكم فاعتقد ان ده ما ينفعش في مسابقه تبقى كبيره باسم جمهوريه مصر العربيه الحقيقه. ايوه الكلام ده بقى بيحصل لصالح مين؟ يعني هو هل الكلام دوت لصالح الكره المصريه؟ لا طبعا مستحيل ده يكون لصالح الكره المصريه. هو انت لما تظلم حد ده يبقى لصالح الكره المصريه؟ هو انت لما تظلم فرقه يبقى لصالح الكره المصريه؟ ده الاهلي هو اللي معلم الكره المصريه، يعني الاهلي في افريقيا اللي بنقاطه وبلعبه وادائه اللي حاجز لك مقعدين دائمين موجودين في دوري الابطال الافريقي وعندك مقعدين في الكونفدراليه ده مش صح الكره المصريه لا جوه مصر ولا بره مصر وده بيأثر كتير جدا على الكوره وعلى مستواها لان مفيش عداله تحكيميه احنا بنشوف في الدوريات الاوروبيه كلها وكلنا بنشوف وتحديدا الدوري الانجليزي كان في كوره في المباراه الافتتاحيه لمصر الدوري مانشستر يونايتد اللي هي بالساعه عدت الخط ايوه الكره عدت الخط احنا مش بالعين المجرده الاول ما كناش نشوفها أيوة. لكن لما تتعاد الكوره بالشكل ده اللي شفناه وبالتقنيه دي اللي شفناها ويجيبها لك من كل الزمان وكل الاتجاهات الفريق ياخد حقه ويكسب بجون واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وتطلع من عليها الضغوط لكن انت لما تبقى في مباراه زي دي وهدف ما يحتسبلكش والكره تتجاوز الخط فبتدي الفرقه اللي قدامك فرصه للقتال وفرصه للدفاع وفرصه للعب بنفس الطريقه اللي بتلعب فيها، ما هو متعادل معاك وعايز يخسرك نقطتين، هو مش عايز يكسب حتى المباراه يعني فطبعا دي امور غريبه جدا وامور عجيبه جدا يا كابتن الفار هو سبب الماساه فانا من وجهه نظري ان الفار مطلوب ومهم جدا وقلل كتير جدا من الاخطاء، لكن ما دام استخدمه صح، ما دام استخدمه بعداله وتستخدمه لمصلحه فرق وضد فرق الامر ده يعني امر مرفوض تماما يا استاذ محمد يعني هو كل كلامك صحيح فعلا ولكن احنا كده هنا مجتمعين على ان يمكن كابتن اسامه حسني كان ليه راي ان الكلام ده بيحصل مع النادي الاهلي من بدايه الموسم في اكتر من مباراه اللي يخليك بقى تشك ان الكلام ده متعمد ان الحكايه زادت عن حدها قوي انت بتتكلم على 15 نقطه 15 نقطه والنادي الاهلي للاسف هو الضحيه لصالح مين لصالح مين ما هو مين اللي بيستفيد من وقوع النادي الاهلي؟ لصالح المنافس بتاعك بس كده هيستفيد بهذه النقاط هو انت النهارده لما تتعادل وخلاص بيخلص لك البطوله النهارده فبتريح المنافس لما بتخسر نقاط كتيره جدا بسبب التحكيم فتصالح المنافس وخلي بال حضرتك كمان في حاجه كمان النادي الاهلي بيخسر 15 نقطه لصالح المنافس في الوقت اللي اخطاء التحكيم كمان بتدي المنافس 13 نقطه طيب يبقى انت بتتكلم في ايه؟ يتكلم في بطوله يعني هقول ايه في توجه في اخطاء معمده في اصرار على حاجه معينه الامور الحقيقه من وجهه نظري امور غريبه جدا انا شايف النادي الاهلي اتعرض لظلم كبير جدا وما زال النادي الاهلي ملتزم بانضباطه بثباته العالي لا حد بيطلع يتكلم ولا حد بيطلع يعني يعترض لكن الامور لما بتزيد عن الحد خلاص تبقى الامور واضحه حلو قوي والحل ايه من وجهه نظرك؟
لا، الحل المفروض يعني لجنه الحكام دي، انا شايف ان لجنه الحكام اللي موجوده السنه دي من افشل اللجان اللي موجوده على مستوى السنوات الاخيره الحقيقه يعني. وعمليه تقنيه الفار دي اللي جات اتطبقت بطريقه غير سليمه وحكام غير مدربين. لما اشوف يجيب لي مثلا في ماتش الاهلي، مش الماتشات الاخيره بدا يحط لك حكام دوليين وحكام عاليين، كان الماتشات اللي قبل كده بيمرن حكام عندك في الماتشات بتاعتك، فما عندهمش، مش فاهمين حتى بروتوكول الفار، فبتحصل اخطاء كتيره جدا وبتحصل كوارث كتيره جدا اثرت على اداء النادي الاهلي واثرت على نتائج النادي الاهلي واثرت على البطوله اللي كانت يعني بين ايديك وانت خسرتها، يعني يبدو الامر كانه حصل بتاعك بتاعك يعني. فالامور الحقيقه امور غريبه جدا يا كابتن ايمن، ومحتاجين وقفه في هذا الامر، محتاجين تقنيه للفار، محتاجين كاميرات. انا كنت بتكلم حتى مع احد اعضاء لجنه الحكام الرئيسيه واعترف لي بهذا الامر ان الفار فيه مشكله، وان عدد كبير جدا من الحكام غير مؤهلين ان يبقوا موجودين في الفار، وان التقنيات اللي موجوده والامكانيات اللي موجوده غير مناسبه وغير ملائمه علشان تمنح كل ذي حق حقه. الاهلي اتعرض لظلم كبير جدا، الاهلي فقد نقاط ثمينه وغاليه ومهمه في مشوار البطوله بفعل الفار وبفعل التحكيم وفعل اخطاء واضحه جدا الحقيقه ما حدش يقدر ينكرها ولا ينكرها الا كل جهه. انت بتتكلم على عدل، بتتكلم على حاجات، كوره زي بتاعه النهارده، حد هل الفار قدر يحسم لي ان الكوره دي جون ولا قدر يتفادى الحكم؟ لما يبقى في كوره المفروض يقف فيها وفيها شك في ركله جزاء، يا عم روح شوف، روح بص، روح ارجع للفار بتاعك وشوف الدنيا فيها ايه. ما فيش يعني، احيانا تجد تعنت من الحكم واحيانا من الفار نفسه يعني. صحيح يا استاذ محمد، بس اللي انا عايز اقوله في الاخر نيه التعمد من عدمها احيانا بتحسمها بعض الامور، انما لما تلاقي في اصرار على، بص انا هقولها بصوره يعني مؤدبه شويه، تلاقي ان في اصرار على الظلم والظلم للنادي الاهلي بس، يبقى هنا التعمد واضح 100%. أنا طبعا أنا أتفق معاك يا كابتن أيمن في هذا الأمر وفي هذا التعمد، وهذا التعمد الواضح والمقصود تجاه بعض الأحداث في مباراة الأهلي. يعني مستكبرين عن الأهلي، إن يقول أنا مالي، أنا باخد بطولات دي، إنك تضطر إنك أنت يعني تبعد عني بطولة، ليه إنك تضطر إنك أنت تخسرني، ليه إنك تضطر إنك أنت تخليني ما اخدش حقي، اديني حقي والعب، انا ماليش دعوه، وخلي المنافس ياخد حقه وانا اخد حقي، وبقى في عداله وكل واحد ياخد الحق اللي يستحقه، هذا غير موجود. اذا المسابقه ما فيهاش عداله كامله، بتلعب لمصلحه اخرين، بتاخد من حد وتضيف لحد اخر، يعني امور الحقيقه غير مفهومه بالمره وغير واضحه. طب احنا برضو مش عايزين نروح بعيد، يعني احنا قعدنا نتكلم على الدوري الانجليزي والدوري في اوروبا، احنا حتى في افريقيا الفار بيدينا حقنا، يعني بيدي طبعا كل الفرق طبعا، انما بيدينا حقنا احنا كمان. ايه الفرق بين الفار في افريقيا والفار هنا؟ يعني هو النادي الاهلي، الفار في افريقيا ما يعرفش الالوان وما يعرفش ان الاهلي لو فاز ببطوله دي هتضايق حد او هتتعب حد نفسيا. الفار ما في افريقيا ما بيتواجهش لمصلحه حد. ممكن وقعت بعض الاخطاء في ماتش الاهلي في دور المجموعات، حصل فيه خطا من الفار، لكن بعد كده ما كانش فيه اخطاء وكان الاهلي بياخد كل حقه قدام الناس كلها. الفرق ان في عداله، في ناس متدربه، في ما حدش بيبص ان يدي نقط لحد مقابل حد تاني. لا، اذا هنا العداله غايبه، ولكن للاسف كلها ضد النادي الاهلي. ده حقيقه، ده حقيقه، وانت خسرت نقاط مع سبق الاصرار والترصد في بعض المباريات، في مباريات كان كروت حمراء غريبه جدا عليك، وكروت حمراء للمنافسين ما بياخدوهاش، في ركلات جزاء ليك ما احتسبتش بشكل واضح جدا، ابرزها ماتش غزل المحله، يعني كان الاهلي خسر فيه ثلاث نقاط، كانت ركله جزاء لا تحتمل الشك والناس كلها اعترفت بيها، في اهداف صحيحه ليك ما احتسبتش، في هدف سجله النادي الاهلي في ماتش البنك الاهلي في الدور الاول، صحيح هدف صحيح 100% والناس كلها اعترفت بيه، وكنت هتكسب بيه المباراه، ثلاث نقاط اتعادل، يعني حاجات كتيره جدا يا كابتن واضحه للعيان ما حدش يقدر ينكرها يعني. صحيح. شكرا جزيلا لناقدنا الرياضي المتميز الاستاذ محمد القوسي.